قطار الحرمين السريع يعد أول وأسرع قطار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولكن قبل أن نكمل، يرجى دعمنا بعمل لايك وشير للفيديو. هو مشروع سعودي عبارة عن خط تكة حديدية كهربائي يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 120 دقيقة فقط، مروراً بمحافظة جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية بطول 450 كيلومتراً، وطاقة استيعابية تبلغ 60 مليون مسافر سنوياً، وسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، وتكلفة إجمالية 63 مليار ريال سعودي. يضم المشروع 35 قطاراً بعدد 13 عربة للقطار الواحد، وتحتوي العربة الواحدة في القطار على ما يزيد عن 410 مقاعد، وكانت أولى رحلاته في 11 من أكتوبر لعام 2018، يهدف إلى توفير سبل الراحة والأمان للحجاج والمعتمرين وتخفيف التكدس المروري الذي تتعرض له البلاد خاصة في مواسم الحج والعمرة. قطار الحرمين السريع يتكون من درجتين، هما الدرجة الاقتصادية وهي تلك التي تناسب أغلب الفئات العمرية، حيث تحتوي على مجموعة من المقاعد العملية المريحة، درجة الأعمال وهي الدرجة الأعلى والمخصصة للحصول على قدر عالي من الهدوء والراحة، فتحتوي على مجموعة من المقاعد المصنوعة من الجلد والتي تمنح المسافر درجة أعلى من الراحة. يوفر المشروع العديد من الخدمات التي من شأنها أن تتيح كافة سبل الراحة والأمان للركاب، ومنها أولاً وجود ماكينات الصراف الآلي التي من خلالها يتمكن الإنسان من الحصول على خدمات الصرف والإيداع. ثانياً ركن خاص بالصحف والمجلات التي تساعدك على تسليتك في رحلتك. ثالثاً أماكن انتظار مخصصة للسيارات التي يمكن أن يتم استغلالها بالساعة. رابعاً المطاعم والمقاهي المتنوعة. خامساً إمكانية حجز عربة كاملة في القطار أو حجز القطار بالكامل. وتشير الدراسات في المملكة إلى جدوى الاستثمار بمشاريع القطارات، وتعمل الآن على تجربة قطار الرياض الكهربائي المعروف بمسمى مترو الرياض. هو جزء من مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض الذي يتكون من القطارات والحافلات، حيث سيتم إنشاء 6 خطوط مترو رئيسية تخترق العاصمة السعودية الرياض من جميع الاتجاهات وبسرعة تقدر ب 80 كيلومتر بالساعة، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.16 مليون راكب يومياً، ويضم 85 محطة بتكلفة تبلغ 22.5 مليار دولار، وبدأ تشغيل جزء منه في عام 2019. أعزائي، نحن نجتهد في هذه القناة بتقديم محتوى راق ومميز، فساعدونا في نشرها بعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم.